السادة عمداء تشكيلات موقع كركوك المحترمون، السادة الحضور كل حسب مقامه ومنصبه، ضيوفنا الكرام، أعزائي وأبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سروري أن أشارككم مؤتمركم هذا تحت عنوان مشاريع التخرج لأبنائنا الطلبة ودورها في سوق العمل عبر المنصة الإلكترونية، ونحن خصوصا في خضم تسارع عجلة التقدم والتطور والابتكار والإبداع في جميع التخصصات لمواكبة حاجة سوق العمل على صعيد القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك تناغم مخرجات الجامعات التقنية مع سوق العمل ودعمها لكون مخرجاتها تنمي عن المهارة ولسد الاحتياجات لكافة التخصصات، والأهم من هذا كله مواكبتنا للتكنولوجيا والحداثة والتطور التي من شأنها أن توفر بيئة خصبة للإبداع والابتكار الذي هو مردودا إيجابيا لنهضة المجتمع وعراقنا العزيز. ومن هذا المنطلق ومن هذا المؤتمر المهم يبرز دور ومسؤولية الجامعات التقنية والأكاديمية لتحقيق الهدف المنشود والذي يصب بمصلحة بلدنا وخريجينا، مما يدفع عجلة التقدم والابتكار ويقلل من نسب البطالة ويدعم مسيرتهم ودورهم الفعال لبناء الوطن وتعزيز ثقتهم اتجاه أنفسهم أولا واتجاه جامعاتهم ثانيا. أعزائي الحضور الكريم، نحن كجامعات تقنية يقع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة جدا اتجاه طلبتنا وبلدنا العزيز، وبات من الواضح أهمية دور الجامعات التقنية ومخرجاتها في سوق العمل من حيث تحديث كافة المهارات التي يمتلكها خريجينا من خريجي الجامعات التقنية لمواكبتهم التطور والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطوير نظمنا الدراسية بما يتواكب مع حاجة الملحة للحداثة وبما يضاهي نظم التدريس العالمية في الجامعات الرصينة. وهذا ما نراه جليا باهتمام من قبل وزارات الدولة المتمثلة بوزارة التعليم العالي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذين هم شركاء الجامعات التقنية لرفض سوق العمل بالخريجين من ذوي المهارة، وأيضا التسليط الضوء الكبير من قبل اليونسكو على هذا المجال من حيث تطوير المناهج والأنظمة الدراسية وآخرها تطوير النظام الدراسي وتحويله إن شاء الله خلال العام القادم إلى مسار بولونيا أسوة بالجامعات الأوروبية. ومن هذا المنطلق يسرنا أن نعلن أن الجامعات التقنية أصبح لها دور فعال وكبير جدا في المجتمع لكونها تعتمد على الكفاءة والمهارة كأساس لتقييم مخرجات التعليم التقني. وفي نهاية كلامي وكلمتي هذا أبارك لكم حفلكم الكريم وأدعو لكم بالنجاح، فأنتم طلبتنا وخريجينا وأنتم قادة المستقبل والأساس لبناء عراقنا العزيز، فإبداعكم وتميزكم وابتكاراتكم هو محط فخر لنا ولأهاليكم ومجتمعكم ولبلدكم ولعراقنا الأبي. وأيضا أحب أن أوجه كل كلمات الشكر والامتنان لكل القائمين على هذا المؤتمر المتميز، متمثلا بعميد الكلية التقنية الهندسية كركوك، وأيضا السادة المعاونين ورؤساء الأقسام والمشرفين على مشاريع التخرج، وأتمنى لهم كل التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله ولي التوفيق.